كذلك القسم الثالث أن تكون تخصيصا، أقصد تقييدا لمطلق القرآن، وذلك مثل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقد أطلق الله الصيام والصدقة والنسك، وليس هذا من قبيل العام لأنه نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق لا عام. وقيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، فقيد الصيام بأنه 3 أيام، وقيد الصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد النسك بأنه شاة نسيكة، أي شاة تصلح للنسك، فهذا تقييد لمطلقه.